عارفين لما تضرب معاكوا كده فجأة تعملوا ايه؟ حاجة بسيطة وايه، مش محتاجة عميل، هي حاجة كده، هي حاجة وسط حاجة، بس الطعم نفسه، الفكرة، محبين الفلفل الأخضر، يعني ده في كوم تاني لوحده. عارفين لما تبقى حاجة هايفة بس انتوا بتحبوها قوي؟ اه والله بجد، هي حاجة هايفة جدا جدا جدا، جواها بسيطة جدا ومش محتاجة حاجة، بس لمجرد ان طعمها في الاخر بيبقى مميز، يعني طعم كده لوحده في سكة تانية مع السمنة بتاعتنا. لا هي حاجة كده مستقرية بنفسها، هي مش بيضة مقلية، لا هي بيضة بفلفلة، الفلفلة نفسها الخضر بتودي الطعم في سكة تانية، كلنا عارفين التركية دي. طبعا مع السمنة، مع السمنة الحلوة بتاعتنا راحت في سكة تانية خالص. فعشان بقول لكم، عارفين لما تروح كده في سكة تانية خالص، عارفين بتبقى حاجة بسيطة بس انتوا بالنسبة لكم حاجة كبيرة، لمجرد ان انتوا بتحبوا الحاجة دي حلوة. يعني مش هنقول بقى احنا حاطين فيها كذا وكذا وكذا وكذا، لا هي بضايه وفلفلايه حلوه، بس الطعم لوحده لا، هي ميكس طعم كده، حاجه بسيطه وهاديه، فطار عشاء حاجه سريعه كده وبسيطه. بس الفكره الموضوع الطعم، هي مش الطريقه ولا المكونات ولا كل دوت، لا هو الطعم، الطعم. الناس اللي بتحب الفلفل هي دي اللي هتشجع الموضوع وتبقى واقفه معانا يعني لحد ما. بس كده، اه والله بس كده، يعني مفيش اي حاجه غير مجرد حاجه بسيطه جدا، بس الطعم بتاعنا اللي احنا بنحبه طعم كده. يعني ايه الناس اللي بتركز في الطعم مش في المكونات الكتير ولا في حاجات الكتير، لا عارفين الطعم اللي بيطلع كده في الاخر هو طعم الحاجه. بس كده كده خلصنا الفيديو بتاعنا، نشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد على خير.